رسالة إلى السيد المستشار أحمد الزند وزير العدل. رغم وضوح مراوغة الحكومة في اعتماد مشروع قوانين أو قانون تنظيم الإعلام والصحافة اللي اعتمدته اللجنة الخمسين المكونة من صحفيين وإعلاميين مصر وخبرائها وممثلي الحكومة السابقة، رغم هذه المراوغة الواضحة والتي تتضح يوما بعد يوم وتزداد يعني وضوحا واتضاحا، إلا أنه مشكور فكرة عقد أو تشكيل لجنة مصغرة منها أو برئاسة مستشار الزند مع عدد من نقيب الصحفيين، نقيب الإعلاميين تحت التأسيس، النقابة نفسها تحت التأسيس وغيرهم، يعني لجنة مصغرة للتباحث. عظيم، ماشي، ليكن، لعله مؤشر حسن نية أو ربما محاولة يعني للوصول إلى اتفاق ما يسري معه هذا المشروع. لكن السؤال الأكثر إلحاحا، إزاي بعضو في اللجنة المصغرة دي يا سيادة الوزير؟ الوزير أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية عضو لجنة لمناقشة قانون الصحافة، بينما هو نفسه وزير التنمية المحلية هو اللي مشتبك مع كل الصحفيين اللي بيغطوا وزارته واللي بيغطوا أحداث وتطورات وفعاليات ووقائع وقرارات وزارة التربية المحلية، إلى درجة منعهم من التواصل مع الوزارة ومنعهم أحيانا من الدخول للوزارة، مقاطعتهم، عدم إمدادهم بأي معلومات أو تصريحات من الوزارة. هو ده الوزير اللي ده طريقة معاملته للصحافة ودي طريقة معاملته للصحفيين؟ هو ده اللي هيضع أو يشارك في وضع قانون للصحافة؟ يعني عجبت لك يا زمن، زي ما كان بيقول هل بت أنه كذلك مرحوم المعلم رضا، هل بت انه كذلك فعلا؟ عجبت لك يا زمن. الى الغد باذن الله مع ابراهيم عيسى. الى اللقاء مع ابراهيم عيسى.